هاي ملك. هاي شيف. كيفنا اليوم؟ ماشي الحال، راح على بوخارست انا هلا. انت راح على بوخارست؟ لا انا راح اطبخ روماني. فاليوم حلقه من المطبخ الاوروبي. اوكي. كمان وسط اوروبا. رومانيا. مطبخ من المطبخ كثير قديمه، بس كمان بنرجع بنقول ما في مطبخ بس بيبقى هو مطبخ لحاله، بيتاثر على طول بالبلاد اللي بيتطور، اللي حوله بيتطور، خاصه بلاد مثل رومانيا، اما نعتبر بالاجمال شرق اوروبا، تأثروا كثير بالمانيا، بفرنسا، بروسيا، ببعضهم باوكرانيا الى اخره، فبنلاقي في على طول اشياء كومن اما مشتركه بين كل هالمطابخ. اوكي. هلا حنعمل اول طبق هو سلطه البطاطا، كثير مشهوره ببلاد البلقان. حتى بتشبه كثير اذا بدك تقولي السلاد روس اللي بنشوفها نحن على طول اللي هي سلطه روسيه بسموها. مزبوط، اللي بالمايونيز. بالمايونيز، نفس الشيء هذه بس ما فيها بازيلا. اوكي. حناخذ بغس بطاطا. في مثل كول سلو. تقريبا وعندهم كول سلو حتى. ايه. بس هي معروفه بالعالم مثلا سلاد روس بحطوا فيها بازيلا وبطاطا وجزر، هذه ما فيها بازيلا. فهلا حنقطع البطاطا لنسلقهم. بأي بلاد متأثر المطبخ الروماني؟ كل البلاد اللي حوله. أكيد كثير المطبخ الإيطالي، لأنه هي أصلاً كلمة رومانيا انعطت لهم من الرومان. ايه. حتى لغتهم رومانية، يعني بتشبه التكست اللاتيني. أوكي. ما بتشبه اللغة الروسية أما اللغة البلقانية اللي هي مثل أوكرانيا أما هالبلاد. بتشبه كثير اللغة الرومانية القديمة. بعدهم لهلا محافظين عليها 100%. اصلا هي حتى كانت بروفنس، يعني شقفه من رومانيا القديمه، ما كانت كبلد لحالها يعني. فلذلك بنلاقي في كثير اكيد تاثر بالمطبخ الايطالي. وكل البلاد اللي مجاوره حدا شو يعني مثلا عندهم باستا، اكيد بيستعملوا باستا. شو بيشبهوا مثلا الحليب الروماني؟ بالاعشاب، بالجبنه، بكل شيء بيشبهوا المطبخ الايطالي. اوكي. هلا حنصل هي البطاطا. لتكون استوت البطاطا حنبلش نحضر عجينه اللي هي السويت بريد. بنعمل بالاعياد. أوكي. خبز حلو. بنعمل اكثر شيء بالاعياد. حناخذ اول شيء جاد، كمان مشهورين هن برومانيا بالخبز. كل بلاد اوروبا الوسطى مشهوره كثير بالخبز. ايه. لانه عندهم كثير قمح. مزبوط. مش بس قمح اللي نحن بنعرفه، الحنطه على اشكالها. يعني راي، الباكويت، الحنطه السوداء، كل شيء موجود عندهم، فلذلك بنلاقي في عندهم كثير اشياء تتعلق بالخبز. خبز. ايه. حناخذ طحين. عم تستعمل طحين عادي ابيض دبل زيرو؟ خفيف. دبل زيرو كيف يعني دبل زيرو؟ يعني اخف شيء، ما بقلبه جلوتين عالي، جلوتين تبعه كثير واطي. ليه في بيقولوا 45 55 كمان طحين قوي. سميك. مش سميك. قوي. قوي يعني جلوتين عالي، خفيف يعني جلوتين خفيف. حناخذ شويه خميره هون.